كل أم حامل تنتظر مولودها بفارغ الصبر، وهي تتمنى أن تجري الولادة في ظروف طبيعية وبأن ينعم الله عليها بمولود ذكر أو أنثى في حالة جيدة وطبيعية. لكن ماذا لو حدث العكس ووقع ما لم يكن في الحسبان؟ هذا ما حدث فعلا قبل سنوات خلت وفي أندر الحالات الطبية في العالم بعد ولادة توأمين بجسد واحد في مدينة دلهي في الهند. الآن بلغا مرحلة الشباب، أحدهما يدعى سونا والآخر يدعى مونا. ولد بجسد واحد وبنفس العضو التناسلي، عالقان بجسد واحد وجسمهما به ساقان وأربعة أذرع، ويحاولان أن يتعايشا مع حالتهما بعد تخلي والديهما عنهما منذ ولادتهما. وإن كان عقلهما وقلبهما ورئتيهما منفصلين، فإن لهما نفس المعدة والكبد والمثانة. ورغم حالتهما النادرة، فقد درس الهندسة الكهربائية ونجح في الحصول على وظيفة حكومية كفنيين في الكهرباء لتوجيه رسالة إلى العالم الخارجي بأن لا شيء مستحيل في هذه الحياة.